السلام عليكم. تحضر الدول المعنية وتغيب اليمن، ففي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس لوزيري الخارجيتين السعودية والأمريكية كشف عن اتفاق جديد يعطي الحوثيين فرصة للوثوق بالهيكلة الحكومية المقبلة في اليمن. يقول وزير الخارجية الأمريكي إن الاتفاق النهائي بشأن اليمن يتضمن حكومة وحدة وطنية وسحب الحوثيين قواتهم من صنعاء وعودة المفاوضات في مسارين أمني وسياسي، وعلى الحوثيين تسليم السلاح إلى طرف ثالث محايد. فيما أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الاجتماع الخليجي الأمريكي البريطاني ركز على محاور ثلاثة، هي الاتفاق على المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216، وكذلك دعم الجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، إضافة إلى حث كافة الأطراف اليمنية للعودة إلى استئناف المفاوضات. التصريحات تتحدث عن واقع الأحداث في اليمن بمعزل عن اليمنيين أنفسهم على الأرض. قُبل المؤتمر بشكوك كثيرة حول تصريحات كيري التي مثلت بحسب مراقبين غطاءً ودافعًا قويًا للميليشيا لارتكاب المزيد من المجازر بحق اليمنيين. مشاهدينا الكرام، للوقوف على تفاصيل أكثر حول المؤتمر والأصداء من حوله سيكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البوكيري الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور. بداية أستاذ نبيل، قبل أن نبدأ حوارنا أنت وأستاذ المشاهدين، دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير قبل بدء الحوار. تحركات سياسية شهدتها مدينة جدة السعودية على المستوى الدولي والإقليمي، كان ملف الأزمة اليمنية هو الحاضر الأبرز في عناوين الاجتماع الذي عرف بالاجتماع الرباعي. ضم كل من وزراء خارجية السعودية والإمارات ووزيري الخارجية الأمريكي والبريطاني، بينما كانت الحكومة اليمنية هي الغائب الأبرز في رباعية جدة ولم يكن لها ممثل حاضر في تلك الطاولة. حث الأطراف اليمنية على العودة إلى طاولة المباحثات. وزراء خارجية الاجتماع الرباعي كانوا قد أكدوا في بيان لهم عقب اجتماع بروكسل أنهم بحثوا تسلل اتفاق محتمل للأزمة اليمنية، وهذا ما أفصح عنه كيري اليوم في المؤتمر الصحفي الثنائي مع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، والذي أكد أن هناك توافقا على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة اليمنية، وتحدث عن تسليم أسلحة الدولة إلى لافتة مجهولة ليس من بينها الدولة التي تعرضت للانقلاب، تلك اللافتة أسماها بالطرف الثالث، وهذا ما يضع مآلات الحالة اليمنية في مهب مخاطر اللا دولة. من جهته أشار الجبير إلى جملة من مراوغات تحالف الانقلاب ورفضه للحل السياسي، ومن بينها رفض تحالف الانقلاب للخارطة الأممية التي طرحها ولد الشيخ ووافقت عليها الحكومة الشرعية في ختام مشاورات الكويت. القرارات الدولية في اجتماع الرباعية حضرت من باب التأكيدات اللفظية الاعتيادية، لكن المصالح الدولية كانت هي الأكثر حضوراً على المستوى الواقعي. المصالح الدولية التي تسير في الطريق المعاكس لتلك القرارات الصادرة عن المجتمع الدولي ذاته، وهو الراعي للعملية السياسية التي تعرضت للانقلاب بإشراف دولي ومبعوث أممي كان يتجول في شوارع عاصمة الدولة التي تعرضت لاجتياح الانقلاب. وكما يقول متابعون إن الرعاية الدولية لم تعد تحظى بذات الثقة الشعبية على مستوى الداخل اليمني الذي يستيقظ كل صباح على جملة من التناقضات الدولية إزاء القضية اليمنية. إذا مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد وأرحب بضيفي هنا مرة أخرى الأستاذ نبيل البوكيري. أستاذ نبيل، تحركات سياسية شهدتها مدينة جدة على المستوى الدولي والإقليمي، برأيك ما هي أهمية هذه الرباعيات الممتدة من بروكسل مرورا بلندن وحتى جدة؟ لا شك، أولا الملاحظ الكبير في مثل هذه التحركات أنها تأتي أنها مخصصة حول اليمن، لكن في نفس الوقت يغيب اليمن في هذه نعم، وهذا ما لاحظناه في الرباعيات السابقة، وهذه من الإشكاليات الخطيرة التي يعني تضرب صميم فكرة التدخل العربي في اليمن من أساسه. فكرة التدخل العربي في اليمن، التحالف العربي والمملكة تدخلها في اليمن أتى وفق لطلب الشرعية اليمنية. الشرعية اليمنية اليوم التي تغيب عن حضور مثل هذه الاجتماعات التي تقرر فيها مصير اليمن
من خلال غياب اليمن كحاضر وكغائب في هذه الاجتماعات. وبالتالي أنا باعتقادي أن هذه الفكرة هي تعارض فكرة التدخل وفكرة السيادة وفكرة أيضا الحديث عن شراكة في مثل هذا الموضوع. اليوم الحرب في اليمن هي ليست حرب اليمنيين وحدهم، هي حرب كل المجتمع العربي والمنطقة العربية كلها، وبالتالي تتطلب أيضا أن تكون المفهوم والواضح في هذه الشراكة أنه معركة شراكة عربية مصيرية للجميع الأطراف، وبالتالي لا تتحول للتعاطي مع الملف اليمني أو مع اليمنيين على أنهم توابع لهذا الطرف أو ذاك، ويقرر مصيرهم بعيدا عنهم. أنا باعتقادي هذا تهديد ليس فقط على مستوى الـ أو يعني خطأ كبير واستراتيجي يضرب صميم الـ القضية التي يدافع عنها التحالف العربي في اليمن وهي الشرعية. وبالتالي هذا التناقض أنا باعتقادي هو أيضا من ضمن الخلل الكبير الذي يتم في مسألة الحديث عن أطراف موجودة تتصارع في اليمن، فيما الحقيقة أنه الصراع مؤطر في اليمن منذ البداية، وهي القاعدة التي تقوم عليها فكرة التدخل هي شرعية وانقلاب. فإذا لم يتم تأطير الصراع بينها على هاتين القاعدتين، أنا باعتقادي أنه سيكون التحالف العربي تدخله في اليمن هو تدخل في شؤون اليمنية، وسيكون ليس له أي مبرر قانوني ولا أخلاقي ولا حتى قومي. إذن يعني كما تفضلت، ملف الأزمة اليمنية هو الحاضر الأبرز في عنوان الاجتماع. ما برأيك ما هي الرسائل التي أراد إيصالها الاجتماع في ظل عدم وجود اليمن ك يعني حضور فعلي وليس مجرد ملفات للحديث عنها؟ الإشكالية اليوم أنه مثل هذا التغييب الذي حاصل لليمن كطرف معني، وهي الطرف وهو الطرف المريض الذي يفترض أن يحضر بحضور الأطباء إذا افترضنا أنهم أطباء حقيقيين. لكن الإشكالية اليوم تكمن أنه تغييب اليمن هو يعني إمعانا في تغييب مسمى حتى أو التنازل عن مسمى الشرعية من قبل التحالف العربي، وهذه خطيرة ليس تضرب فكرة التحالف نفسه وفكرة الاستدعاء للقتال في اليمن. وبالتالي أيضا والأخطر أيضا أنه اليوم تظهر مفردات جديدة في الحديث عن خارطة جديدة أو متاهة جديدة للمنطقة العربية ولليمن تحديدا، من قبيل الحديث مثلا أنت عندما في مفردات هذه البيان تحدث عن انسحاب الحوثيين من صنعاء. نحن نتحدث الآن عن انتقال إلى مربع آخر غير المربع الأول الذي كان يتحدث عن انسحاب الحوثيين من المدن. اليوم أصبح الانسحاب من صنعاء، بمعنى أنه في كل يبقون في كل المدن ويبقوا وفيما يمكن أن ينسحبوا من صنعاء. والمفردة الأخطر التي وردت اليوم الحديث عن طرف ثالث. نحن أمام متاهة بكل ما تعني الكلمة من معنى. هذه المتاهة تعني التأسيس ل مسار أطول للصراع في اليمن، ومسار أطول أيضا من السراب الذي ممكن أن تذهب إليه هذه الأطراف، في حين تضيع في صلب هذه المتاهة فكرة الشرعية واستعادة الشرعية. وفي هذه الحالة أنا باعتقادي أنه تغييب مسار أو مفهوم الشرعية منها في الأزمة اليمنية هو إدخال ملف اليمن في قائمة المخاطر الكبيرة التي ستعيشها المنطقة أو متاهة الصراعات التي لن تنتهي. هناك من يتساءل أستاذ نبيل، يعني هذه اجتماعات رباعية، يعني لما كان ينبغي على التحالف أن يشرك الحكومة في تلك المباحثات؟ الحكومة اليمنية هي المعنية، يعني لولا الحكومة اليمنية ماذا تدخل التحالف العربي في اليمن، ولولا الحكومة الشرعية أيضا ما كان من حق هذه الأطراف أن تجتمع وتقرر مصير اليمن أيضا، لأنه كان ممكن أن تنشأ سلطة أمر واقع وينتهي الأمر. لكن الشرعية أصرت إلى آخر لحظة أن تظل هي المعبرة. ألا يفترض أن يكون للشرعية صوت الآن في ظل هذا التغيير؟ للأسف نقولها أن الشرعية اليمنية هي التي أوصلت نفسها إلى هذا المأزق. الشرعية اليمنية حينما قبلت أن تتعامل مع التحالف العربي كأنها تابع وكأنها لا حول ولا لها ولا قوة، فيما لم تفرض وجودها أو حقوقها الاعتبارية المتمثلة بأنها كيان لها سيادة ولها حق في أن تكون شريك في مثل هذه المعركة المصيرية. للأسف حتى الإخوة في التحالف العربي في المملكة تحديدا من خلال هذا التعاطي مع الملف اليمني بكل هذا الإمعان في تغييب الشرعية، هو لا يخدم المملكة ولا يخدم التحالف العربي ولا يخدم أيضا فكرة
الجدية في تحقيق السلام أو تحقيق الانتصار لاستعادة الشرعية في اليمن. نعم، نحن لاحظنا أيضا تغير الخطاب وتقديم تنازلات في كل مرة، يعني نلاحظ أن الانقلابيين يذهبون أو يعني يفشلون المباحثات ويعودوا إلى مباحثات جديدة بتقديم تنازلات لهم أكثر. برأيك وهم يتحدثون عن مباحثات جديدة أو استمرار المشاورات والحلول السياسية، كيف سيكون شكل وطبيعة هذه المباحثات؟ ما الجديد الذي سيكون يعني بعد استضافة الكويت ومباحثات دامت أكثر من 70 يوم؟ أنا باعتقادي في هذا الخصوص بالذات أنه كان السبب الرئيسي والجوهري في رفض الانقلابيين للتوقيع على مباحثات الكويت هو الذهاب إلى هذا المربع أو إلى الذهاب إلى هذه الجولة، وكانت عبارة عن مرحلة تأسيسية لمرحلة جديدة تتمخض عنها مزيد من التنازلات وأيضا مزيد من أضعاف الحكومة الشرعية في اليمن من قبل الأخوة في التحالف العربي حين يقررون مصيرها في غيابها. وبالتالي كان الرفض الذي رأيناه من انقلابيين كان رفض نابع عن قوة، عن ثقة، عن كواليس، عن ركون كبير أن هناك شيء يعد ويحضر لمثل هذه النهاية. وبالتالي هم ركنوا وذهبوا ورفضوا ولم يعني لم يحصل أي شيء بالنسبة لي القرارات الأممية وغيرها التي كانت تعتبر قرارات ملزمة، خاصة وأن هذا الملف كله يدخل في إطار مسمى البند السابع في مجلس الأمن، وهو يعني أنه تنفيذ أي من هذه القرارات أصبح شيء ملزم عسكريا. وبالتالي اليوم الانقلابيون حينما يصير أيضا حتى تعاطيهم مع مثل هذه التصريحات ومع المؤتمر الصحفي هذا وفكرة الرباعية من أساسها، تعاطي كان واضح على أن هناك في نوع من الاشتغال. الأمريكان أيضا واضحين في مسألة إصرارهم الكبير على استمرار حضور الحوثيين في المشهد واستمرار الانقلابيين أيضا والتعاطي مع سلطتهم كسلطة أمر واقع من خلال الحديث على أنهم طرف في المعادلة، بينما القاعدة التي تخطوها والتي أوصلتنا إلى هذه الهزال أو المسرحية السياسية هي أنه لم يعد التعاطي مع الملف اليمني بين شرعية وانقلاب وإنما أطراف متصارعة، وهذه كان الخطأ الكبير الاستراتيجي اللي وقعت به المملكة العربية السعودية تحديدا والتحالف العربي معها. إذن هناك من يقول أيضا أنه ربما أن التحالف العربي يمر بضغوطات دولية كبيرة وواضحة بشأن الملف اليمني، ماذا عنها؟ صحيح هناك ضغوطات دولية، لكن بالأخير أنا باعتقادي المعني بمثل هذه الضغوطات أو بالتخلص مثل هذه الضغوطات هو سرعة الحسم وأيضا دعم الحكومة الشرعية في أن تعبر عن مصيرها وأن تعبر عن إرادتها الحقيقية بدل ما تظل هي تابعة للتحالف العربي. أكبر إشكالية وقع فيها التحالف أنه يتعاطى مع الحكومة الشرعية على أنها تابعة وليست شريكة. ولكن ألم تقبل الحكومة بهذا الدور أصلا؟ للأسف الحكومة قابلة بهذا الدور وربما ستقبل بأبشع من هذا الدور بكثير. ما الذي يمكن أن يكون أبشع من ذلك؟ يعني؟ أنا باعتقادي مثلا نحن قد لا نستغرب أن يذهبون إلى توقيع اتفاقيات مجحفة تعترف في سلطة الأمر الواقع كشريك في إدارة الدولة وإدارة المرحلة القادمة، وسنعترف أيضا وقد تذهب لتوقيع اتفاقيات تتخلى عن حقوق الشهداء والضحايا والجرحى وإعادة الإعمار، كل شيء وارد في هذا المسار. الذي يتنازل في الموقف الأول ربما سيتنازل في الموقف الثاني والثالث والرابع. إذن حين يتحدث عن وزير الخارجية الأمريكية عن تسليم السلاح للطرف الثالث، من هو هذا الطرف الثالث الذي ظهر في الصورة؟ يعني هناك الأمر ببساطة ميليشيا انقلبت على دولة وهناك دولة، لما الآن أصبح الحديث عن طرفين وحديث عن طرف ثالث؟ لماذا المعادلة تتزن بين الانقلابيين والدولة؟ نحن لماذا دائما نحذر ونقول أن القاعدة الحقيقية للصراع في اليمن هي قاعدة مركبة من شقين، شق انقلابي وشق شرعية. الانقلاب وأطرافه والشرعية ممثلة بالحكومة الوطنية والحكومة الشرعية والمقاومة التي والجيش الوطني والمقاومة، وبالتالي الخروج عن إطار هذا التوصيف هو إدخال الملف اليمني في دوامة لن تنتهي على الإطلاق. هذه الدوامة اليوم رأيناها في الحديث عن أطراف، عن تعدد الأطراف في المشهد اليمني، أن هناك أطراف معناته أنه لم يعد الحديث عن شرعية وانقلاب، بل أطراف تتصارع فيما بينها، وأن هناك ممكن تخليق طرف ثالث. الطرف الثالث الذي لا نعلم عنه شيء أي شكل سيكون؟ الطرف الثالث لا شك أن المخرج الذي تحدث عن الطرف الثالث اليوم
معد لسيناريو معين، معد لسيناريو معين. هذا السيناريو هو إعادة تسويق أو تحويل الانقلاب إلى طرف ثالث، أو تشكيل جبهة وتخليق جبهة جديدة. هذه الجبهة الجديدة هي المفترض أن تتسلم مقاليد الأمور في اليمن، وهي في طبيعة الحال هي إحدى الأوراق أو الأذرع الخفية للانقلاب الذي سيتم تسويقها على أنها طرف محايد. نعم. طيب بهذا الشكل أستاذ نبيل، يعني المجتمع الدولي ربما تبرز هناك كما يقال قرار الدولية، وهناك مصالح دولية تغيب هذه المصالح أحياناً وتبرز أحيان كثيرة. هذه المرة هل بهذا الشكل الذي يريدون فيه إقحام الحوثيين في حكومة وطنية وتسليم سلاح لطرف ثالث، هل الأمر مرتبط بمصالح دولية؟ لا شك أنه موقع اليمن الاستراتيجي، ولا شك أيضا أنه يعني حساسية اليمن وموقعها وكل التعقيدات الموجودة في الحالة اليمنية هي أيضا جزء من المسار الأزمة الإقليمية والدولية. لكن مسألة أنه الحديث على أن المصالح الدولية ستمثل بوصلة ليتجه نحوها الصراع في اليمن، هو نوع أيضا من الذهاب مع أو التماشي مع موجات القوى الضاغطة في هذا الاتجاه. أنا باعتقادي المصالح الدولية يفترض أن تفهم على أساس أنه هذه المصالح لا يجب أن تمرر على حساب مصالح اليمنيين وعلى حساب أمنهم واستقرارهم ودولتهم ودستورهم وجمهوريتهم. أنا باعتقادي هذه المفترض أنه قاعدة الصراع تنطلق من هذا التعريف، أنه مصالحنا نحن اليمنيين، نحن أصحاب المصلحة الحقيقية في إيقاف القتال في اليمن وفي استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب، وأن هذه المصلحة الحقيقية هي أيضا تصب في صالح المصالح الدولية، مصالح الشراكة والتكافؤ في هذه المصالح. نحن لسنا طرفا تابعا لأي لأي معسكر من معسكرات الصراع، نحن طرف، لنا وطن ولنا جغرافيا ولنا استقلالنا ولنا مصالحنا التي يجب أن يحترمها المجتمع الدولي كما نحترم مصالح هذا المجتمع الدولي. تكافؤ وتبادل المصالح والمنافع هو شيء مشروع في العلاقات الدولية، ويجب أن تقوم على الاحترام والتبادل والندية أيضا. اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا في حوارنا الأستاذ عبد العزيز المجيدي الكاتب الصحفي من القاهرة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز تسمعني؟ أسمعني. إذن مرحبا بك معنا في المساء اليمني، ونحن نتحدث عن الاجتماع الرباعي وما أسفر عنه. أستاذ عبد العزيز، برأيك يعني تقدم كيري بخارطة حل، وربما هناك من يجد أنها تتعارض مع الخارطة الأممية ومع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ما رأيك أنت؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى السادة المشاهدين. أعتقد بأن ما طرح اليوم من ما يسمى خطة كيري لحل الأزمة اليمنية هي بالطبع شكل من الالتفاف على القرارات الدولية، وهي تريد أن تتعامل يبدو مع نتائج الأمر الواقع التي تكرست من خلال القوى العسكرية المسلحة، وبنفس الوقت أيضا تحقق إلى حد كبير بعض مصالح وحسابات بعض الدول الكبرى في المنطقة. عندما يتم الحديث عن تشكيل سريع لما يسمى ما سمي تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية ومن ثم سحب السلاح، أعتقد بأن المسألة الآن يتم الترتيب لها على أساس أن يتم ترسيم الانقلاب بشكل أو بآخر، منحه شكل من الشرعية، وبالتالي الإلقاء إلى حد ما السلاح في حوزة الميليشيات، وبنفس الوقت أيضا سيكون لديها وجود مشرعا داخل الحكومة، حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية. المشروع كيري حتى الآن أعتقد بأنه حاول موازنة مع المخاوف السعودية من قصة وجود تهديدات في خطورتها الجنوبية والحدودية. نعم، عن وهذه المسألة تكررها كثيرا فعلا. نعم. يعني هو تحدث كثيرا عن أمن المملكة والمخاوف التي تجتاحهم حيالها. هو حزف على هذه المخاوف، لكن بنفس الوقت ليؤكد على استمرار هذه المخاوف أيضا بطريقة أخرى. عندما يتم مثلا إشراك قوة معينة نتيجة فقط استخدامها للسلاح والعنف في للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، هذا في النهاية أيضا شكل من التشجيع للميليشيات وكل القوى التي
تريد أن يكون لها حضور فيها سلطة من خلال القوى، وبالتالي نحن أمام مشهد سيكون في النهاية يعني مشهد من دوائر صراع لا تنتهي. لكن بنفس الوقت عمليا هو أيضا الخطة لن تزيل مخاوف السعودية، لأن في النهاية سيكون من شأن هذه الخطة التأكيد على نفس المخاوف من خلال إبقاء السلاح في يد الميليشيات. الميليشيات لن تسلم السلاح لأن السلاح هو السبب الرئيسي في وجودها، وبالتالي أيضا الحديث عن خطط خاصة بتسوية تقوم على أساس أولوية الحل السياسي، وتاليا موضوع سحب السلاح هو شكل من أشكال إعادة يعني وكأن السلاح الذي سيسلم لمن؟ الحديث عن طرف ثالث. بنفس الوقت الطرف الثالث في هذه النقطة تحديدا، الحديث عن طرف ثالث شكل من أشكال إسقاط المشروعية عن السلطة الشرعية، لأنه الحكومة التعامل مع ما يجري باعتبار أن هناك طرفين، كأن هناك صراع بين قوى مختلفة، صراع بين العصر والنصر. يعني ما سر وجود هذا الطرف؟ وبين انقلابيين استخدموا السلاح لتحقيق مصالح لمكاسب غير مشروعة، وبالتالي حصل ما حصل من دمار وحرب واقتتال، وبالتالي والخطة أيضا تتعامل مع ما يجري كأن ما حدث في اليمن عبارة كان عن يعني مباراة لكرة القدم أدت إلى صراع طفيف بين الطرفين، وبالتالي سنعيد اللعبة مجددا إلى نقطة الصفر، والقتلى والضحايا الذين ذهبوا والجرائم التي ارتكبت والمجازر التي ذهب ضحيتها الآلاف وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى، لا وجود لهذا كله، لا 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 خطة واضحة للتعامل مع مثل هذا الملف. نعم أستاذ عبد العزيز، أنت ذكرت في كتابات لك أن تلك التحركات تخدم تحالف الانقلاب الذي ينحسر عسكريا كل يوم، هل هناك ربط من وجهة نظرك بين ظهور هذه المصالح أو صوت المجتمع الدولي كلما انحسر أو ضعف الحوثيين عسكريا؟ لم أفهم السؤال، لم أسمعه بشكل جيد. عفوا أستاذ عبد العزيز، كنت أسألك، أنك ذكرت في بعض كتاباتك أن مثل هذه التحركات الدولية هي عبارة عن خدمة لتحالف الانقلاب الذي ينحسر عسكريا، برأيك هل هناك ارتباط بين وجود هذا الصوت أو صوت المصالح الدولية التي يرتفع حينما فقط يضعف الحوثيين عسكريا؟ هناك سؤال مهم، عندما كانت المناطق اليمنية بكلها تقع تحت طائلة وغول الحوثيين عفاش في كثير من المناطق، وكانت المجازر ترتكب بحق المدنيين في عدن وسعد ولح والضالع، لم نكن نسمع مثل هذه التصريحات القوية، ولم نكن أيضا نرى تحركات قوية تحديدا للولايات المتحدة الأمريكية. كان كل ما يجري هو دعوات للتهدئة ولوقف إطلاق النار والكثير من هذا الكلام الذي لا يدعم بتحرك عملي على الأرض من أجل إيقاف ما كانت ترتكبه الميليشيات. الميليشيات متحدثها ورئيس واحد من قيادات الوفد الذي كان في بيل بسويسرا قال بأننا بأنهم يتمنون إبادة تعز، وكان يتكلم عن استمرار الحصار، فلم نسمع حتى كلمة واحدة لا من طرف أمريكي ولا طرف أوروبي يدين هذه المسائل. لا، على العكس سمعنا تصريحات تدافع عن الميليشيات وتقول بأنها ليست جماعة إرهابية وأنها طرف سياسي في اليمن، ولا أدري حتى الآن كيف يصفون طرف بأنه طرف سياسي وهو لم يتشكل حتى كحزب سياسي، تشكلت كميليشيات على الأرض قامت بتفجير منازل الناس وقتلهم بكل الوسائل الوحشية، وهي مستمرة بهذا الأمر على هذا النحو. الآن عندما بدأت بالذات التحركات العسكرية للمقاومة الشعبية والجيش الوطني مسنودا بطائرة التحالف بتحقيق مكاسب حقيقية تحديدا في تعز، رأينا تحرك استثنائي تحديدا للدبلوماسية الأمريكية في هذا الشأن، وكان مثير للارتياب أن هذه الدبلوماسية لم تتحرك أيضا للضغط على الميليشيات من أجل التوقيع على مقترحات ولد الشيخ في مؤتمر الكويت، والتي كان يفترض أن يصب كل الجهد الدولي من أجل إسناد هذه المقترحات، رغم أن المقترحات أيضا تشمل بعض التنازلات خاصة بقرار 22/16، لكن لم نشاهد أي تحرك عملي. على العكس كانت التحركات كلها دائما تذهب باتجاه تكريس مطالب الميليشيات عما يسمى بحل شامل، والحل الشامل الذي يرونه مناسبا وملائما لهم هو حل يجعلهم طرفا رئيسيا في السلطة، بمعنى أن
أن السلطة القادمة ستكون في النهاية الكفة الرئيسية في هذه الحوثيين. وقد سمعنا اليوم بشكل غريب لتصريح أثناء المؤتمر الصحفي لجون كيري، وهو يقول بأنه على الحكومة اليمنية القادمة، هو يتحدث عن المستقبل، يقول على الحكومة اليمنية القادمة احترام الوحدة وأمن الجيران، كما لو كان تصريح يأتي من المستقبل لتصعيد جديد سيحدث ربما في المستقبل، لأن الصراع لم ينتهي أصلا بهذه الطريقة. الصراع لم يتم إنهاءه إلا بطريقة تمكن الدولة اليمنية من السيطرة الكلية على السلاح وعلى العتاد والحصرية، ولاحقا أيضا إزالة كل الميليشيات، لا نقول ميليشيات الحوثي، هي تحديدا هي الميليشيات الرئيسية. شكرا. التي استخدمت القوة والعنف للسيطرة على البلاد. بقية الأطراف ربما كانت فقط في حالة ضرورة لمواجهة الدفاع عن لمواجهة هذه المخاطر والدفاع عن النفس، وبالتالي هي تبحث عن الدولة، والدولة فقط يجب أن تحضر من أجل السيطرة على السلاح. نعم. وضحت الصورة أستاذ عبد العزيز. نعم، شكرا جزيلا لك عبد العزيز المجيدي الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أستاذ نبيل، أنت أستاذ المشاهدين، نذهب لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. كان معنا قبل الفاصل أستاذ عبد العزيز، استمعت لحديثه، ربما أبرز ما تحدث في مجموعة من النقاط أن هناك تحقيق لمصالح وحسابات بعض دول المنطقة، وهناك أيضا موازنة لمخاوف السعودية، وهناك أيضا يعني استغراب وسؤال طرح من قبل أنه لماذا لم نسمع مثل هذه التحركات الدولية وهذه الأصوات الدولية حينما تحدث المجازر في تعز، وحينما يحدث ما يحدث بسبب الحوثيين، ما رأيك؟ كل الذي ورد اليوم هو ينطلق من استراتيجية أمريكية واضحة، والخارطة التي وضعها كيري والنقاط التي وضعها هي تنطلق بل تعزز هذه الحقيقة أكثر من النقاط السابقة التي كانت تطرح في مباحثات الكويت وغيرها. الحديث اليوم عن انسحاب الحوثيين من العاصمة، نحن أمام سؤال جديد يتبادر إلى المختصين والمهتمين بهذا الشأن، ماذا يعني الانسحاب من صنعاء فقط؟ يعني هذا المفردة ملغمة بكثير من التساؤلات والأسئلة والحكاية. أيضا الحديث هنا سيعني أنه ستترك بقية المحافظات وإقليم آزال كله أو بعض المناطق التي لا زال سيطر عليها هذه الميليشيات، وسيتم الاعتراف بها كسلطة أمر واقع من خلال أيضا إعادة دمجها تحت مسمى جيش وأمن وشرطة وما إلى ذلك. وبالتالي نحن أمام صناعة دولة داخل الدولة على غرار النموذج الطائفي الموجود في لبنان. الجانب الآخر، مسألة الحديث عن أطراف في الصراع، أيضا هي أيضا بقدر ما تذهب مباشرة إلى نفي شرعية السلطة المعترف بها دوليا، هي أيضا تريد تخليق أيضا طرف. هذا الطرف هو باختصار عبارة عن عملية تحويل الانقلاب إلى طرف ثالث، هذا باختصار الذي يتم. وهذا أيضا يعزز المخاوف الكثيرة أيضا من استراتيجية أمريكية تعلي من إشكاليات أو تضخم مفردة الأقليات ومفردة مظلومية الأقليات، باعتبار الحوثية هي أقلية كما ورد اليوم في التصريح. يعني حينما يقول كيري أن الحوثيون قلة ولا يمكن لهم أن يحكموا، ولكن يمكن أن يكونوا شركاء في هذه الحكومة. الشراكة هنا بالمفهوم حسب الاستراتيجية الأمريكية هو شراكة المعطل، الثلث المعطل الذي لا يستطيع أحد أن يتجاوزه، وهي أن تظل الدولة والإرادة مرتهنة لطرف يمتلك السلاح ويمتلك الإمكانيات التي من خلالها يعطل كل قرارات الدولة، وتصبح الدولة تابعة أو دولة داخل الدولة في إطار منظومة سياسية غريبة وعجيبة الأمريكان يشتغلوا عليها بشكل كبير، كما هو حادث في لبنان والعراق والذهاب إليه حاليا في سوريا واليمن. نحن أمام مفردات جديدة في الخطاب الأمريكي وتوصيفه للأزمة اليمنية لا تختلف كثيرا عن المفردات التي استخدمت في العراق وسوريا ولبنان. نعم. طيب عند هذه النقطة أستاذ نبيل، يعني نجد أن الحكومة واليمنيين بشكل عام أعطوا ثقة كبيرة للمجتمع الدولي، ربما في السابق أوصلتنا للانقلاب هذه الثقة، الآن ثقة اليمنيين تعود للصفر من خلال المواقف الضبابية التي يتحدث فيها المجتمع الدولي. للأسف نقولها دائما أنه ما لم يكن هناك في الحالة اليمنية تخليق لتيار وطني، هذا التيار الوطني يعبر عن روح وحامل المشروع وروح المشروع المقاومة الذي اليوم يضحي الأبطال من أجل هذا المشروع، ومشروع وطني
مشروع باستقلالية وإرادة وسيادة وطنية تنبع من المصالح اليمنية أولاً، ومصالح الجيران أيضاً، وشراكة والندية في هذه المعركة المصيرية التي يقدم اليمنيون آلاف الضحايا، ويقدم اليمنيون الكثير من إمكانياتهم ومن قدراتهم ومن حقوقهم التي تدمر في هذه الحرب من أجل الانتصار لأمن واستقرار المنطقة. للأسف مثل هذه التضحيات التي يجب على الإخوة في الخليج أن يعيروها نوع من النظرة الفاحصة والحقيقية أنهم في اليمن شركاء لليمنيين في هذه المعركة، ولا يمتن أحد على اليمنيين فيما يقدمه. المملكة وغيرها من دول الخليج اليوم في صراعهم في اليمن هم يدافعون أولا عن مصالحهم وأمنهم واستقرارهم، وأمنهم واستقرارهم بوابته هو إيجاد دولة حقيقية، مساعدة اليمنيين على إيجاد دولة حقيقية تستطيع هذه الدولة أن ترعي مصالحها ومصالح الإخوة في التحالف أو في الخليج العربي. أنا باعتقادي هذه النقطة مهمة في مسألة إعادة تعريف هذا الصراع أنه صراع من أجل مصالح الجميع لا من أجل طرف بعينه يمكن بعد ذلك يعد أن يمتنوا عليه بما قدموا من إمكانيات هي تصب فيها حقيقة الأمر في صالح أمن واستقرار المنطقة كلها. نعم، لماذا برأيك كلما يعني أو ما الذي تريده القوى الدولية بالضبط كلما اتجه أو تحرك الوضع في اليمن نحو الحسم العسكري تلقي بأوراقها السياسية؟ لا شك أن كما ذكرت سابقا أن هناك استراتيجية أمريكية، الصراع في المنطقة لا يتحرك بعبثية كما يمكن أن يشاهد المشاهد من بعيد. الصراع في المنطقة هناك آليات وهناك خطط واستراتيجيات لإدامة هذا الصراع، وإدامة هذا الصراع لن يتأتى إلا من خلال الأوراق التي تضبط عملية استمرار هذا الصراع، ومن أهم هذه الأدوات هي الحديث عن حقوق الأقليات والمظلوميات الأقليات والحقوق الطائفية والمذهبية لبعض هذه الأقليات التي يراد تحويلها إلى أطراف أو إلى كتل متحكمة بمصير الأغلبية وإرادتها وتتحول إلى أجهزة تشل وتعطل قدرة الدولة التي دولة الأكثرية في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام أشياء واضحة لا يمكن أن تغيب عن المتابع جيدا للاستراتيجية الأمريكية وما تم تصنيعه في الحالة العراقية والسورية واللبنانية. نعم، إذن بعودة الحديث إلى المشاورات وأن هناك أن الحل لا يمكن أن يكون حلا عسكريا وإنما حل سياسي، ألا تجد أن يعني أننا كلما حاولنا أن نجتاز خطوة معينة نعود إلى مربع الصفر؟ هذا يعني ما هو، هناك تساؤل، ما هو الجديد الذي ستقدمه المشاورات القادمة إذا كان في كل مرة نعود إلى البدايات؟ ليس هناك جديد، أنا أقولها بالمطلق، ليس هناك جديد ممكن أن يقدم إلا مزيد من التنازلات ومزيد من ألا تدرك الحكومة هذه النقطة؟ بالتأكيد يفترض أنها تدرك، وأعتقد أنها تدرك هذا، لكن هل الحكومة لديها القدرة أن تقول لا؟ هذا السؤال. لما لا يكون العكس؟ لما لا يكون أن الموقف الذي يتخذ من قبل الحكومة هو الأشد بحكم أن الحق معها وهي تدافع عن الشرعية معترف بها؟ للأسف تتعامل الحكومة اليمنية الموجودة في الرياض على أنها ضيف، وعلى الضيف أن يكون خجولا ومهذبا ولا يقول لا، وباعتقادي أنه هذه من الكوارث الكبيرة التي كنا نحذر من الوصول إليها، وكنا نقول أنه لا يمكن أن تظل هناك حكومة شرعية ولها إرادة يعني إرادتها ما لم تكون هناك حكومة موجودة على الأرض اليمنية وتقاتل يعني من على الأرض لا اليمنية. لا تستطيع الحكومة الآن أن تقول لا لما حدث في الاجتماع الرباعي؟ أنا أعتقد حتى الآن لا يوجد ردة فعل، يعني يفترض أن يكون هناك تصريحات من طرف الحكومة اليمنية والأطراف المعنية لتوضح ماذا تعني مثل هذا الحديث، يعني كيف يتم تقرير مصيرنا ونحن حاضر ونحن غائبون في هذه مثل هذه المباحثات؟ يعني هذه أسئلة بسيطة يجب أن تلقى أيضا. الإشكالية اليوم لا أريد أن نتحول المسألة إلى محاكاة بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي، أنا باعتقادي أن التحالف العربي بمثل هذه المباحثات وبمثل هذه الأفكار التي تورد خلال هذه المباحثات يشتغل ضد نفسه ويشتغل بآلياته وأمواله وجيوشه ضد مصالحه. أنا باعتقادي أنه مصلحة الخليج اليوم ومصلحة العرب جميعا تتمثل بتحقيق انتصار كبير ضد المشاريع الطائفية والمشاريع الصغيرة التي تريد تفتيت الوحدات الوطنية على امتداد الخارطة الجغرافية للوطن العربي، وأن بداية هذه المعركة هو في اليمن، وبالتالي
الذهاب إلى مربعات الحلول السياسية في الحالة اليمنية يعني القبول بالاستراتيجية الأمنية في الأمريكية في تمكين الأقليات من حكم الأغلبية. نعم، إذا ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي من الرياض. مساء الخير أستاذ سليمان. أستاذ سليمان هل تسمعني؟ مساء الخير أستاذ سليمان. أهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ سليمان معنا في المساء اليمني. أستاذ سليمان، اجتماع رباعي في جدة ومباحثات إقليمية دولية بخصوص اليمن، بداية كيف تقرأ مخرجات الاجتماع كما جاء في المؤتمر الصحفي؟ أنا أعتقد أنه الذي حصل اليوم هو في الواقع يعني استنساخ جزئي لتجربة التجربة الأمريكية الروسية في سوريا، وهو فرض تسوية يعني دولية على أهل اليمن. ويبدو لي أنه المقاومة السعودية أو الخليجية بشكل عام ربما نجحت في تهذيب هذه التسوية ولم تستطيع إيقافها، بمعنى انه يعني انا اعتقد انه الحديث الطويل، النقاش الطويل الذي استمر مع القيادات السعوديه مساء امس وحتى فجر اليوم بالتاكيد انه اثمر عن تعديل جزئي للمبادره، ويعني بحيث ان يعني تخفف من يعني أثارها وفي نفس الوقت تؤمن اليمن من أو تحصنه من التأثير الإيراني وكذلك تحافظ على. هل أفهم من كلامك أستاذ سليمان، هل أفهم من كلامك أن هناك ضغوطات يتعرض لها التحالف العربي بما فيهم السعودية للقبول بالتسوية؟ هذا لا شك فيه، هذا أنا قلت اليوم في قناة الجزيرة، قلت أن كيري جاي ليضغط، وهو بالفعل يعني جاء ليضغط لأن المبادرة في الواقع هي يعني تخرج قرار مجلس الأمن 22/16 من مضمونه. نعم. يعني تجعل الحوثي شريك وليس معتدي، يعني وفي نفس الوقت تحق تستجيب لبعض مطالبه. ولذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة قد اتفقت مع روسيا من خلف اليمنيين ومن خلف الخليجيين، وربما أنها تعاملت مع الحوثيين بطريق مباشر أو غير مباشر، وأنها يعني جاءت فقط لتسوق مشروعها، وأنا ليس لي ثقة إطلاقا بهذا المشروع ولا بأمريكا ولا بأفعالها في المنطقة. أمريكا تسلم إيران المدن والدول العربية وتبيع علينا الكلام. نعم، يعني إذا أستاذ سليمان كيف يعني يصدر المجتمع الدولي قرارات دولية ثم يفرغها من مضمونها؟ يعني قراران تحت البند السابع، 4 بيانات رئاسية كلها تتحدث عن عقوبات يجب أن تفرض على الحوثي وصالح، ثم الآن يتحدثون عن تسوية وعن أن المسألة عبارة عن طرفين ولابد من وجود طرف ثالث. يعني هو لو كان كيري، وأنا أعتبره صهر الإيرانيين لأنه بنته متزوجة إيراني وله علاقة ما، أنا من وجهة نظري له علاقة ما بالإيرانيين، هذا الرجل متوازن كان قال للأمة اليوم في المؤتمر الصحفي ما هي خيارات في حال فشل هذه المبادرة أو في حال رفضها الحوثيون أو في نعم، خاصة أستاذ سليمان أن هذه المبادرة لا تختلف كثيرا عما قدمه ولد الشيخ إلا في بعض، يعني كما طرح بعض الكتاب السعوديين، يعني يقولون أنها عبارة عن مضيعة للوقت. هناك مبادرة تقدم بها ولد الشيخ أممية رفضها الحوثيون، يعني ما الجديد الذي سيجعل الحوثيين يقبلون بأي مبادرة أخرى؟ لا، أنا أعتقد أنها استجابت لبعض مطالب الحوثيين، يعني حكومة وحدة وطنية،
في نفس الوقت تسليم السلاح إلى طرف ثالث، ومن يضمن أن يسلم السلاح كله للطرف الثالث؟ من يضمن أن يسلم؟ ومن يضمن أنه يتم تسليم السلاح في نفس الوقت الذي يعني تشكل فيه الحكومة؟ ومن هو الطرف الثالث؟ كلها أسئلة فيها يعني كمائن سياسية. يعني أنا أعتقد أن من الذي طرحه كيري اليوم ليس تسوية سلام، وإنما هو في الواقع مشروع حرب. نعم، لاحظنا أيضا أخيرا أستاذ سليمان أن تم الحديث كثيرا عن أمن السعودية، هل سيتحقق هذا الأمن وهل ستتحقق السلام في المنطقة بوجود الحوثي كشريك في الحكومة، حكومة وطنية في اليمن؟ أنا شخصيا كمواطن سعود أو كمحلل وكمتابع ما عندي مشكلة في الحوثي كسياسي، يعني سواء في الحكومة أو في الحزب أو في الخريطة السياسية والثقافية والاجتماعية في اليمن، هذا حقه كمواطن. أنا عندي مشكلة في الحوثي يمسك مدفع أو يمسك صاروخ أو بطارية صاروخ أو يعني ما شابه ذلك، هذه هي المشكلة. لأنه بيصير حزب الله رقم 2 ويفرض شروطه ويتحكم في السياسة اليمنيين، ثم يهدد المملكة العربية السعودية، ثم من الممكن أنه يتجه للانخراط في حرب إقليمية. يعني لا تعد، يعني شوف حزب الله وش يعمل في لبنان الآن من إفشال وتعطيل نعم انتخاب رئيس، ومن إفشال الحياة السياسية، ومن إفشال التنمية في لبنان، ومن تخريب إقليمي تماما سيكون الحوثي إذا كان معه سلاح. نعم. أنا يعني غير متفائل، لأن هذه الخطة أنا ثقتي الحقيقة في الجيش الوطني اليمني وفي الجيش السعودي، أما كلام كيري لا يطمني إطلاقا ولا أثق فيه على الإطلاق، وأنا لا أطمئن إلا للقوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الوطنية اليمنية. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني إذن على ماذا يراهن المجتمع الدولي بخصوص الحل السياسي، خاصة أنه لم يستطع على فرض العقوبات أو القرارات الدولية التي اتخذت؟ المجتمع الدولي ليس عنده مشكلة في استمرار الحرب أو الذهاب إلى السلام في اليمن. المجتمع الدولي في الحالة اليمنية في كل الحالات التي رأيناها على امتداد الخمس سنوات الماضية إشكاليته تكمن في نفوذه وتأثيره ومصالحه. هذه المصالح وهذه النفوذ هي أشياء مقدسة بالنسبة للمجتمع الدولي، الحفاظ عليها شيء مقدس، ولتذهب الأوطان والشعوب والأقليات والأكثريات إلى الجحيم. ليس عندهم إشكالية في استمرار الحرب من أو توقفها. وبالتالي التركيز الكبير على مسألة أن المجتمع الدولي ممكن أن يخلق معادلة لحل سياسي في هنا أو هناك، أنا باعتقادي أنه من الأوهام الكبيرة. المجتمع الدولي، لكن هذا ما تعيشه الحكومة للأسف. أنا باعتقادي أيضا أنه اليوم المعادلة أصبحت المعادلة العسكرية على الأرض والسياسية والاجتماعية والثقافية في اليمن هي لصالح معركة التحرير وإسقاط الانقلاب. هذه المعركة لم تكن موجودة، هذه المعادلة لم تكن موجودة قبل عام، لم تكن موجودة قبل عام ونصف. اليوم نحن في موقف أفضل بكثير مما كنا عليه قبل عام، حينما كان الانقلاب والانقلابيون يسيطرون على كل اليمن. اليوم الانقلابيون لم يعد بيدهم إلا مناطق قليلة وبسيطة، ولم يعد لديهم تلك القدرة العسكرية التي كانوا أجبروا على الالتهام الوطن كله من خلال هذه القوة. اليوم دمرت الكثير من هذه القوى واستنزفت كثير من وحداتهم، تلاشت كثير من قوتهم، وبالتالي الذهاب إلى حلول سياسية هو انتصار للانقلاب وإنقاذ لهؤلاء الانقلابيين، وتحويل المسار من انتصار وطني يخلق معادلة جديدة وطنية لدولة النظام والقانون إلى الذهاب إلى دولة الأقليات والطوائف التي تريد الإدارة الأمريكية تمريرها في المنطقة العربية
والبدء من اليمن في هذه المرحلة. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البكيري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. أشكر أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.